اليوم جمعية محاربة السيدة غتعطي الانطلاقة للحملة السيدة كسور المغرب 2018 تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة. وهاد الحملة هي النسخة السابعة من سيداكسيون. سيداكسيون الهدف ديالو بطبيعة الحال هو جمع التبرعات، لأن النضال ديالنا في محاربة السيدة كيطلب تمويل مهم جدا. وكذلك النقطة الثانية، الهدف الثاني هو بطبيعة الحال التحسيس، وأنه فرصة لأننا نتحدثوا على هاد المرض ديال السيدة، ونوصلوا لي ميساج المهمين ديال الوقاية، خاصة للشباب الذي يشكل. حنا تنعرفوا ان حسب الإحصائيات الشباب ديالنا ما بين 15 و 24 سنة كيشكل حتى 35% من الإصابات الجديدة. نتمنوا انها تكون احسن، وكنشكروا الفنانين اللي ساندونا، وكذلك الإعلام منهم نتوما والزملاء ديالكم اللي كيساعدونا اننا نوصلوا الميساج ديالنا. هذه حملة ديال شهر اللي لي ميديا كلهم بحالكم انتم دابا، لي ميديا الجرائد الراديو التلفازات كلهم كيدوزوا لي ميساج بلا ما يتخلصوا. كندوزوا في 10 12 ديال لي زيميسيون، هادشي من غير لي ميسيون ديال 15 ديسمبر. كندوزوا بزاف ديال لي ميساج دو بريفونسيون في هاد الحملة. كندوزو سي الميساج ديال التضامن مع الناس اللي حاملين الفيروس، باش ما يبقاوش الناس كيديروا لهم لا ستيغماتيزاسيون. ومن جهه اخرى كنطلبوا من المواطنين يتبرعوا على هاد في هاد الحمله، باش يكونوا عندنا حنا وجمعيات اخرين، حيت كنعطيو 20% ديال الفلوس اللي كنجمعوا لجمعيات اخرين، باش يكون عندنا الامكانيات باش نديروا لا بريزون شارج ديال الناس اللي حاملين الفيروس، ونستمروا في الوقايه.